أني خاطع الحركة مالتنا، حركة كتائب جند الإمام اللواء السيد جاسم شبر الموسوي. احنا قاطع صلاح الدين مركز المدينة تكريت، جهد هندسي ويانا تطهير البيوت المفخخة. دخلت البيت، أحد البيوت المواطنين اللي تكريت مدينة تكريت، طبنا جوه على مود تعرف يعني الجهد الهندسية، تفتيش لازم وعبوات وأكو يحطون بالجلكانات. دخلت لأحد الغرف لقيت لابتوب، سحبت اللابتوب حطه بالكنتور جوه، سحبت اللابتوب وقعدت فلوس. ظليت حائر بين آخذين وبين ما آخذين، شلون القرايين يعني تفاصيل هواية، حطيت بجيبي. يعني ظليت انه تشوف بالبيت او تاخذ هناك حتى؟ نعم، ظليت هيك حائر، اوديهن وين اوديهن وشلون القرايين. خليت بجيبي وقمت ابحث على، لقيت مكتبة بالهول. دورت المكتبة، فتحت المكتبة، دقيت على أرقام هن موجودات بالمكتبة، أول رقم والثاني، قلت له فلان، الثالث هم كذلك، قلت له فلان، لحد ما وصلت الرقم الرابع طلع فلان المواطن هو اللي بيته. سألت بيه قلت له أنت فلان؟ قال لي نعم. قلت له أنا هسه بيته. قال بيته وين؟ قلت له في صلاح الدين مركز المدينة. هو أول ما صدق لأن عنده ردة فعل له، قال صلاح الدين كبير مركز المدينة، وين بالضبط؟ قلت له مركز المدينة. قال بلد سامر. لا، قلت له مركز المدينة يم المصفى مال الماي. اتصل بي، انقطع الجهاز حتى بالتفاصيل اذكرها. اتصل بي هو الرجال، قال ما عندك رصيد. اتصل بي قال لي شلون لقيت المبلغ، شلون هاي هم كذلك. قلت له وين ساكن؟ قال انا ببغداد. قلت له انا بكربلة. حصلت رقم الحمد لله والشكر، وجيت الاهل نزلنا مجاز الامر الفوج. قلت له انا لقيت مبلغ كذلك وهاي، وحصلت رقم ابو البيت، اشرح للامر الفوج. نزلنا نطعن مساعده 10 ايام، قال انزل هذا واجبك وهذا. نزلت اتصلت بي، اجاني الرجال هم الكربلاء، هسه احنا بمركز ناحيه الحر، وسلمت المبلغ ومستمسكات همه، واكو امانه هم سلمتها اليه، ما اقدر ابوحها بالقناه. اكو يقول على حشد الشعبي جاي ينقل مكيف، جاي ينقل ثلاجه، جاي ينقل شو اسمه، هذا الحشد الشعبي، هذا واحد من الحشد الشعبي، بس هذا هاي سمعه الحشد الشعبي. انا ما اقبل واحد يحكي عن الحشد الشعبي، وما برد ان كل واحد يحكي عن الحشد الشعبي. نعم، سلمت الفلوس والحمد لله والشكر، والتقيت وياه وعرفته والحمد لله والشكر. علي عطشان مبارك خفاجي ناطر. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا صاحب الدار اللي لقى بي مبلغ المقاتل البطل علي عطشان، أحد مقاتلي الحشد الشعبي. اتصل بي هو قبل يومين وقال لي أنا حاليا بدارك، بيتك، بيتي بتكريت، فردت إنه أتأكد من عنده. قلت له طب لي فلان غرفة شوف لي شنو أكو، طب لي فلان غرفة شوف لي شنو أكو، طلع لي برا شنو أكو بصف بيتي. فانطاني مواصفات كاملة، تأكدت انه هو هذا المنزل هو يعود لنا. نعم. قال لي لقيت بيه مبلغ من المال واريد اسلم لك اياه، وانا من اهل كربلاء المقدسه. قلت له شو كنت ما تنزل خابر علينا ان شاء الله نجينا اسلمنا المبلغ اللي هو 71 ورقه، وهذا ندل على شيء فانما يدل على انه الحشد الشعبي هم ليسوا بقطاع طرق او ليسوا باخذي ثلاجه او مثل ما يدعون باقي القضائيات، وإنما يدل على كرم وعلى أمانة الحشد الشعبي الموجودين الذين يقاتلون في أراضينا كافة. وإحنا نشكر جزيل الشكر ونشكر أهالي كربلاء المقدسة ونشكر مدير ناحية الحر على هذه اللقاءات الموجودة، تباين الرأي أن العالم أجمع. شو تقول اللي شو سمعت الحشد وبعض والله احنا نقول له هذا نموذج من الحشد الشعبي اللي هو يمكن ما عنده بالبيت قرصة خبز، ولقى هذا المبلغ من المال اللي كان يقدر يحطه بجيبه وما حد يدري به، بس أمانته ونزاهته والأرض الطيبة هاي اللي أنجبته خلته أنه ما يسوي هاي الأشياء. وكل أهالي الحشد الشعبي بنفس روحية هذا المقاتل البطل. أكو إعلام مغرض مفبرك يفبرك ويسوي شغلات بحيث يشوه صورة الحشد الشعبي، فإحنا إن شاء الله نكون داعمين للحشد الشعبي. يعني قصدك هناك كعصابات دخلت في أكيد أكو هم لبست زي الحشد الشعبي، قلة موجودين، قلة موجودين يسوون هاي الشغلات
اكيد الحج الشعبي هم في غنى عن هذه الامور وهم اخواننا وابطالنا جاي يدافعون عن اراضينا بكل مكان، ان كان بالدور او بالتكريت او في دياله او في الانبار. احنا نشكر المرجعيه الدينيه على مساندتها وعلى وقفتها الشريفه، وهي اللي جابت لنا مثل ما نقول الحج الشعبي بكل اطيافه وبكل مواصفاته وبكل الكتابه. ونتمنى انه يكونون سند قوي للجيش وسند قوي لاخواننا في كل المناطق. نعم. الان انت تعيد انه بقاء الحج الشعبي في صلاح الدين؟ اكيد. نعم. اكيد انا اعيد انه شنو السند؟ لغرض زياده الامان. نعم. انه يكونون موجودين، وذلك الى ان يرجع اهاليتها ويرجعون جيشها ويرجعون شرطتها، ذاك الوقت يقدرون هم يستغنون عنهم بعد ما هم اللي يقولون خلي يروحون، احنا سيطرنا على الوضع الموجود. موفقين ان شاء الله. يا اهلا وسهلا. مرحبا يا وسهلا. الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. بدا اشكر تقدير قناتكم الكريمه لهذه التغطيه. حقيقه اليوم يوم هو بالنسبه لنا يوم مفرح، انه نرى ابنائنا من ابناء الحج الشعبي انه يثبتون فعلا امانتهم ومصداقيتهم، ويثبتون انه اليوم هم لبوا نداء المرجعيه بالنسبه للجهاد الكفائي. حقيقة في ناحية الحرة اليوم أنا أعتبره عرس للحج الشعبي، أنه أحد أخواننا من أبناء كربلاء المقدسة من أبناء الأوصلاء كان في محافظة صلاح الدين، وحين دخول المنطقة لتخلص من بعض العبوات في بعض الدور عثر على أمانة موجودة، يعني مبلغ من المال يقدر ب 7100 دولار مع مستمسكات لصاحب الدار مع أمور أخرى يمكن أن تذكر بالإعلام. وحقيقة بعد محاولة الاتصال على الأرقام اللي حصل عليها تمكن من الوصول إلى صاحب الدار اللي هو كان يسكن يعني مهجر من صلاح الدين في محافظة بغداد، واتفقوا أنه يكون التسليم في محاط كربلاء المقدسة، ومشكورين أنه اختاروا مديرية ناحية الحر أن يكون السيد مدير الناحية هو موجود حتى تكون هذا التسليم أنه وفق مصداقية. وايضا تم تغطيته اعلاميا، واحنا من خلالكم نقول كل ناسنا الطيبين انه هؤلاء ابنائنا من الحج الشعبي، هؤلاء من لبوا نداء المرجعيه، هؤلاء ابناء كربلاء اللي هم اساسا كانوا حاضنين لكل اخوانهم كل المحافظات، واليوم يدافعون عن كل اخوانهم وكل الحرائر في كل المحافظات. والحج الشعبي هو ليس في كربلاء فقط، ولكن تسج دماء الحج الشعبي في كل محافظات العراق، في الأنبار، في نينوى، في صلاح الدين، في ديالة. لكن من خلال قناتكم نقول لكل السياسيين الذين كانوا يشككون بقدرات وأمانة الحج الشعبي، وكانت بعض القنوات المغربة وقسم من دول الجوار أيضا اللي أساءت لأفراد وأبناء الحج الشعبي بعدم أمانتهم بعدم مصداقيتهم، شكرا جزيلا لكم ولقناتكم الكريمة لهذه التغطية. حمود خليب مجول يساري، مدير ناحية الحر. شكرا جزيلا.